حرية الصحافة وكيفية التعامل قضائيا مع الإعلاميين عنوان تباين في القراءة بين الرئيسين ميشيل عون وسعد الحريري. ففي حين يتجه عون إلى اقتراح إنزال عقوبة السجن بحق الإعلاميين، يصر الرئيس الحريري على الاقتصاص منهم بفرض غرامات مرتفعة تجعل وسائل الإعلام في حذر دائم وتعود بالأرباح إلى خزينة الدولة. فما علاقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ الرئيس الحريري هو كشخص معروف، لا بل ينتقد احيانا على يعني رحابه صدره، عنده يعني اذا بدك تقليد ديمقراطي متاصل انه يتحمل انتقادات ويعتبر انه حريه الراي اهم من اي حريه تانية. بنفس الوقت هو من مدرسه سياسيه ارساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكان من اهم انجازات الرئيس الله يرحمه أنه سنة 1994 عدل قانون المطبوعات اللبناني بما يمنع الحبس عن الصحفيين. في توجه أو كلام عن مواد بالقانون تتيح السجن. رئيس الحريري قال أو وجهة نظره أنه لا، بدل ما ناخد هذا التوجه خلينا نشوف بعض الديمقراطيات العريقة كيف تتصرف لحماية هالمقامات او الامن الوطني تبعها، وهذا شيء ما بيصير على بصراحه يعني بنقاش او على طاوله مجلس وزراء، هذا بيصير بقانون او بتعديل قانون بده يصير بمجلس النواب. ولكن ما بيمنع انه مثل ما من واجباته حمايه حريه التعبير، من واجباته ايضا حمايه المتضررين. برزت قضية العارضة الجنوب أفريقية على صفحات صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وهذا ما عده فريق رئيس الحكومة استهدافا لشخصه وموقعه. فهل الاقتصاص ينسحب على الصحفيين غير اللبنانيين؟ لما بتحاسبي يعني وسيلة إعلامية مقرها مش بلبنان، بدك تتوجهي لدولة المنشأ وتشوفي قوانين دولة المنشأ شو بتسمح لك تعملي بهيك حالة. هو اقتراح يكرس مبدأ الاستقواء على وسائل إعلامية تلقي الضوء على الفساد والمفسدين. فهل ينجح الإعلام في معركته التحررية من السياسيين؟ رواندا بوغزام، قناة الجديد.